تحت رعاية سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وبالتعاون مع جمعية بيتك التقنية وشركة وورك سمارت، يقام مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض بايتكس في نسخته السابعة بعد غد الثلاثاء، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كبيئة متطورة لإنتاج التقنية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبيدلي العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية. السيد عبيدلي، بعد التحية، بداية، هل حدثتنا حول طبيعة هذا المؤتمر والمعرض التقني؟ ماذا يضم ومن هم أبرز المشاركين؟ في البدء مساء الخير، أحييك وأحيي تلفزيون البحرين، ومن خلال تلفزيون البحرين أحيي المشاهدين الكرام. الحقيقة ميت آي سي تي أو معرض بايتكس هو فعالية سنوية تقيمها الجمعية، جمعية شركة تقنية المعلومات في البحرين، بالتعاون مع شركة ويرك سمارت، من أجل يعني تهيئة سوق البحرين والعاملين في سوق البحرين لصناعة تقنية المعلومات على المستوى العالمي والإقليمي. يشارك فيه كوكبة من المؤسسات الحكومية وشركات تقنية المعلومات وشركات الاتصالات. وفي هذه الفعالية، فعالية هذه السنة، تركز على موضوع محدد هو الانتقال إلى المدن الحديثة من خلال صناعة وتقنية المعلومات. وبالتالي نحن نواكب ما يحدث في السوق العالمية ونعكسه في هذه الفعالية. نعم، ما هي أبرز المكتسبات من وراء المؤتمر، أو ما هو المردود أو الأهداف التي تسعون لتحقيقها من خلال هذه الفعالية؟ تسعى هذه الفعالية إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية مركزية. الأولى على المستوى الوطني، نحن نعمل جاهدين لكي تتعزز مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الاقتصاد الوطني، ويتماشى هذا الهدف مع يعني هدف أوسع وأكثر استراتيجية اللي هي رؤية 2020. بالتالي نحن نسير في خط متوازي ومتكامل مع التوجه الاقتصادي على المستوى الوطني. الهدف الثاني الحقيقة ترسيخ أقدام شركات تقنية المعلومات، بمعنى ترسيخ أقدام القطاع الخاص العامل في هذا القطاع لكي يساهم ويوسع من مساهمته في الاقتصاد الوطني. الهدف الثالث الحقيقة هو رعاية المواهب الشابة اللي تعرف بالرواد أو الانتربرينير، من أجل أن يتعرفوا على اتجاهات السوق واتجاهات الصناعة. نعم، أهداف، نتمنى لكم التوفيق في تحقيق هذه الأهداف، وشكرا جزيلا على هذه المكالمة. السيد عبيدلي العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة تقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك.